وفي منصات متابعينا نستقبل كالمعتاد الزميلة كوثر حمومي. كوثر مرحبا بك. مرحبا بك نوفل، مرحبا كل أوفياء البرنامج وضيوفه الكرام. هناك مثل مصري يقول كالأطرش في الزفة، أنا اليوم بحال الأطرش في الزفة في العلوم لا أفقه شيئا لا صراحة، فمن دخلت لي بدك الاضطراب والفوضى وما الفوضى هنا نمشي للفوضى الخلاقة. شتكني عملت لك سويه في سكايب، هذه وسيلة للهروب بس نبرر على الأقل ما أجهله في العلوم، ولكن هذا لا يمنع يعني في الدول المتقدمة يعشقون التخصص، فهناك متخصصين في العلوم، هناك متخصصين في الفيزياء في الكيمياء ولا لا، يعني تبدع بدك الشيء اللي كتعرف وتحبه، فماشي عيب انه مثلا صحفي ما يكونش عنده درايه ببعض الاشياء. طبعا وحتى في المهنه الواحده يعني كيكون هناك تخصص، صحفي ممكن يكون صحفي رياضي، صحفي مكتوبه، صحفي مرئيه، صحفي مسموعه، وهي غدا. فجميل ان نستقبل مره اخرى طاقات شابه، وانت تعرفين بان الابتسامه كتولي من هنا لهنا مش كيكونوا اطفال مبدعين في البرنامج انا صراحه. أكيد. لانه كنزيدوا معاكم وكنزيدوا مع المشاهدين نتفائلوا انه غدا ان شاء الله مشرق، غدا مزيان لانه بيكو غادي يكون مزيان. خاصة في العلوم، والعلوم نحتاجها لبناء مجتمعات صناعية، مجتمعات ذكية تتأقلم مع التطورات الموجودة في العصر الحالي. وهذه النماذج الناجحة نوفل خصوصا في فئة الشباب والأطفال غالبا ما تطفو على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد وتتفاعل معها. أكيد وغالبا يعني ما تلقى الدعم والمساندة اللازمين من قبل رواد مواقع التواصل. وهذا يمنح كوثر راحة نفسية أكثر لأنها لا تتعذب وهي تحضر مضامين الحلقة والمواد، لأنه للأسف نحن لا نتفاعل مثلا مع الجمعيات، ومعنا يعني مؤطرة لسمي في جمعية مغربية لا يجدون ذلك الصدى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، الناس لا تتفاعل معها بقدر ما تتفاعل ربما مع مواهب شابة، مع فنانين، مع رياضيين، مع عاشق لريال مدريد. رجع زيدان هنيئا لكم كوثر. لا قبل كريستيانو انا سي امبوسي. لا قبل كريستيانو لا لن يعود، لا صدقني لن يعود. تفضلي. العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نوفل يعني ساندوا اكرام وطلبوا بالتصويت عليها من خلال صفحتهم الفيسبوكيه للمسابقه، يعني في المسابقه الامريكيه للسباق نحو الفضاء، ومنهم المهدي البخاري الذي علق صوتوا لاكرام من اجل اعلاء رايه البلاد بالاكتشاف العلمي، صوتوا على اكرام بنت سلا سيدي موسى والتي تمثل المغرب في هذا التحدي للوصول الى ناسا الامريكيه. اسمح لي كوثر، في الفيديوهات ديالك باش نكون اول بنت من حي سيدي موسى كتوصل الفضاء لناسا والبيت الابيض وغيره، معتزه بالمكان ديالك. نعم بالطبع يعني حقك، علاش لا؟ كبرت فيه، تزاديت فيه، هنا كان بين المستقبل ديالي وانا فيه، علاش ما غاديش نعتز فيه؟ خصوصا انها ايضا بنت مدرسه عموميه. وهذا يعني شيء جيد. وتعطيت القدوه لاولاد وبنات حي سيدي موسى في مدينه سلا اللي فيها يعني واحد الديموغرافيا تتطور مع الزمن واصبحت يعني من المدن الكبرى داخل المملكه المغربيه، كتعطيهم الامل انه شوف واخا كتكون كتقرا في مدرسه عموميه، واخا ما عندكش اساليب الترفيه والراحه بشكل يتطابق مثلا مع المدن الاخرى، ولكن وتكرفص الترونسبورت، تكرفص بزاف د الحوايج، ولكن هالامل موجود، الا بغيتي تكون نفسك وبغيتي تقرا وبغيتي تكون انسان طموح غتحقق احلامك بغض النظر عن البيئه الصعبه اللي انت فيها. ياك وعندنا حنا واحد لافونتاج في سلا وسيدي موسى، كاينين بزاف ديال الجمعيات، كاين دار شباب في حي السلام، كاين دار شباب في سيدي موسى، يعني واخا قلتي ما كاينش اساليب ترفيه بحال الناس الاخرين، ولكن يمكننا نمشيو بحال مثلا انا كنمشي للجمعيه في نظري راه احسن لي من كاع اساليب الترفيه الاخرى اللي ممكن ندير. عندك الحق. داكشي علاش زعما الشباب عندهم فين يمشيو شويه، ولكن خاصهم يقلبوا خاصهم ويعني يعني تسكيت لقولك ومصداقه لقولك، دور الشباب في بعض الاحياء اللي على اطراف المدن انشط من دور الشباب اللي كاينه في المدن المركزيه، وكتقدم مجهود وكتستقطب الشباب كوثر. بغيت غير نسول الاستاذه يعني بالعوده يعني ارتباطا دائما بالمدرسه العموميه، يعني قبل قليل ربما كان الانتقاد ديال المدرسه العموميه النظام البيداغوجي الى غير ذلك، ولكن كنلقاو في نفس الوقت هذه المدرسه العموميه تنجب يعني، وحنا استضفنا نوفل العديد يعني صحيح. من النماذج تنجب يعني طاقات تبارك الله يعني في جميع المجالات، فكيفاش نفسروا هذا بين قوسين التناقض؟ يعني كنقولوا ان المدرسه العموميه ربما كتعرف واحد النوع ديال الفشل من ناحيه ديال النظام البيداغوجي، ولكن في نفس الوقت كنشوفوا يعني طاقات كتنجبها هذه المدرسه العموميه، واش هاد الطاقات ربما هي تبني ربما نفسها بنفسها او كاين شي سبب اخر؟
وانا غادي نقول هادوك ليكسيبسيون كي في لا ريغل ان يؤكد القاعده استثناء الذي يؤكد القاعده. كاين واحد المجهود ديال الاباء كيديروه فمثلا انا اللي استطعت نمشي معاهم بعيد كنلقى كاينه واحد الارضيه اللي هي الوسط الاسري. ما كيعنيش ان الوسط الاسري يكون قاري وعنده مستوى ولا هذا، ولكن كاين بعض الاساسيات من آليات مواكبه وتحفيز من الاسره، التحفيز والحب ديال الاطفال ديالهم والاعتناء به وهذا. دونك كتلقى واحد الارضيه. كاين بعض الحالات اللي ما غاديش نقولوا حنا راه كلشي نجح، ولكن كاين بعض الحالات اللي واخا كتحاول دير معاها شي حلم ما كتوصلش لهذا الشيء اللي الهدف اللي بغينا. الوغ باكرام بغيت انا نوصل واحد الميساج لهذيك لا كوميونيتي اللي حنا عايشين فيها تما، هو ان ماشي ولا بد انني لا بغيت نمشي لامريكان خصني نحرك، لا نقدر نقرا نمشي لامريكان نمشي هي تقلب علي فوالا بنجاحاتي تنظر الى امريكا واوروبا وغيرها. انا ماشي ولا بد هذيك مثلا اي واحد كتهضر معاه كيقول لك باك صاحبي، لا ماشي حقيقه. ما يعني المدرسه بحال ولينا انا كنحس بها هكذا، يعني كنجحوا كنوصلوا لواحد النيفو وكنطلقوهم من راسهم. مثلا إكرام اكيد شدينا هي في الثامنه اعدادي وبدات معنا، اكيد هي مجتهده وكل شيء، ولكن كون بقات غير في هذاك الاطار هذاك غادي توصل للباك، غادي تجيب 13 14 في الباك وغادي ما غيكونش عندها حدود اوفر. ولكن هذا لا يمنع انه متفوقه في العلوم، ولكن متفوقه في اللغات ايضا، متفوق في دراسته ومتفوق في اللغات ايضا. فهنا دائما وابدا نقولوا اكيد هناك مجهودات للجمعيه، ولكن بغيت ناكد قولك مثال حي بجوجكم، ونبدا معك معاذ. الاسره ديالك فين هي من هذه الرحله العلم ديالك انت؟ صراحه قبل ما نبدا كنامن ثلاثه الحوايج: if you have the passion or desire you will achieve anything that you want to do. عندك الرغبه عندك الصبر اراده اي حاجه بغيتي ديرها كيف ما كانت، انت خاصك تكون عندك غير اراده وديرها. بالنسبه للوالدين ديالي صراحه حتى هما عاونوني بزاف، ما قصروش في جهدهم بزاف، وخا حنا عايشين في واحد الحي اللي هو شويه شعبي كتعرف القسوه ديال المكان تمايا. صراحه سمعتي التعابير الشغف قساوه المكان ما شاء الله والله ما شاء الله ميكافيلي انت تفضل هو اللي قال اذا اردت ان تتحدث معي عليك ان تحدد مصطلحاتك. صراحه الوالدين ديالي عاملين بزاف ما قصرش من جهدهم الله يطول في عمرهم، واي حاجه كنت بغيتها وقفت عليها كانوا كيعاونوني. كيفاش تعلمتي لونجلي؟ صراحه بليزيفور ديالي في الدار كتعجبني شحال سميتها لونجلي كنحماق عليها. قريتي كتوبه سمعتي افلام مسلسلات اغاني؟ مسلسلات ودي فيديو وعز عليا تصنت شتي ذا بولد اند بيوتيفول؟ لا خاصك تشوفه. إكرام الاسره في حياتك بغيت ناكد على واحد الحاجه قالتها مدام سميه، ماشي ضروري تكون الاسره زعما قاريه ولا عندها واحد المستوى تعليمي كبير. فانا مثلا الاب ديالي ما قاريش فخطره، والام ديالي عندها واحد المستوى متوسط، ولكن مواكبين معايا من الاول من الصغر ديالي شي حاجه سميتها الدراسه ما كنتناقشوش فيها الصرامه في هذا المجال هذا. مثلا حيت الحي اللي حنا فيه شعبي ما غاديش نبقى خارجه نهار كامل للزنقه، ما كاينش الزنقه كاع في الدار وداك الشيء، ما كاينش بلي ما عنديش اصدقاء بلي ما كنلعبش. كاينش حتى تسوايع اونفاس سامحيني ولا لا تهضريني ولا هذا داك الشيء. شقلت لك الصرامه في الدراسه كانوا كيعاونوني كانوا كيديوني للمدارس، مثلا كندير لي كور دو سوتيان واخا فاش كنت صغيره غير زعما باش نكون في واحد مسار جيد فوالا. واخا كنت كنمشي كنت انا كنوري للدراري، ولكن المهم راني في واحد البلاصه اللي فيها القرايه واللي ما غاديش يخافوا عليا. الانجليزيه الانجليزيه بديتها مع لي فولونتير كانوا كيجيو عندنا للجمعيه
هانو كيجيو المانيين بلجيكيين فرنساويين بزاف ديال الناس ديجون المجتمع المدني المجتمع المدني هو هذا هو الدور المطلوب من المجتمع المدني كانوا كيجيو كانوا كيديروا لنا ديكور في لونغلي كانوا يلاه بادين معنا مع كنت في التاسعه وداك الشيء وقيدوني للجمعيه في لو سونتر كولتورال اونغلي دونك درت لو سونتر امريكان لانجويج سنتر امدست نو ALC American Language Center اوكي في سلا لا في الرباط هنايا في الجولان دونك تقيت فيه وكملت مع لازافور في الدار وداك الشيء جميل توفيق ماذا عنها في منصة التواصل وايضا مواقع هناك العديد كيف ما قلت نوفل من التعليقات ومن المنشورات التي طلبت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي طلبت بالتصويت لإكرام ولدي تعليق لعبد الحفيد باني الذي قال من الأشياء الجميلة والمحفزة هي رؤية ثلاث مشاركين في السباق نحو مخيم الفضاء أنا فخور بكم وبصراحة تستحقون الفوز وكل الخير واحد الكلمه في حق هذا السيد هذا بغيت نشكره بزاف حيت من الناس اللي جاوا داروا لنا بعض الحصص في الجمعيه ديالنا كنت نيت نسقت معاه باش يجي يدير لنا واحد ليفينمون وهو عنده اون سوسيتي ديالو سميتها ديال الاسترونومي انت نسقتي معاه انا نسقت معاه هالقياده هالدور القيادي واخذ زمام المبادره ولمن يريد تصويت الاكرام نوفل هذا هو الرابط الذي يتم التصويت فيه والذي حصلت فيه اكرام على 1370 صوت نتمنى التوفيق للمشاركين الاخرين ما عطاناش يعني البرنامج فسحه او وقت انه نستقبل الجميع ولكن كلهم عندنا سواء مبدعون مغاربه نتمنى لهم التوفيق ذكورا واناثا ان شاء الله حتى هما يكونوا طرف هذه الجوله شحال واحد يقدر يمشي 12 غادي يمشي 12 في الاخر المخيم الصيفي ومن هنا كنقول للناس اللي كيتفرجوا فينا دخلوا لو سيت وتفرجوا في 40 فيديو مشاركين برافو ليك حيت هاد لي فيديو اللي درنا فيهم واحد المجهود كبير باش نبسطوا العلوم راكم عارفين ماشي شي حاجه اللي سهله عاودوا لنا الصوره ديال لو سيت تاع التصويت واخا دونك دخلوا شوفوا راه في كل فيديو كاين واحد المفهوم مبسط علمي واللي ممتع بزاف انكم تتفرجوا فيه حيت انا شفت لي فيديو ديال صحابي وداك الشيء كان زوين بزاف دونك دخلوا وشوفوا حيت الهدف الاول من هذه المسابقه هي تقريب المجتمع من العلوم والتبسيط ديال العلوم شكرا لك غنشوفوا ما صدى هذه المشاركه عبر المواقع الالكترونيه كوثر ولا لا بالنسبه للمواقع الالكترونيه نوفل فالقليل منها تحدث عن مشاركه اكرام في المسابقه الامريكيه ومنها موقع الوانكم موقع زنقه 20 موقع الحياه 24 وموقع برنامج انت خديتي من اكس وانا خديتي الالف بهمزه اللي هي اكرام واكن وانا خديتي الكاف الاخرى اللي عندك في الاسم العائلي ديالك موقع واحد اخر هيسبريس هو عمل معك لقاء نعم شفت الفيديو شكرا شكرا لا تحيي كل مواقع الالكترونيه صراحه الجاده التي تتفاعل مع بنات الغد مع شباب متفائل شباب طموح شباب متمكن شباب متعلم شباب مثقف غيمشي يرفع الرايه المغربيه في الولايات المتحده الامريكيه غتمشي لناسا وفيها ايضا مغاربه ما شاء الله علماء اجلاء وفيها علماء عرب وغيرهم ولكن هالتجربة العلمية ربما تمهد لك الطريق لاختيارات صائبة في المستقبل يعني اللي تمشي مع هذا النسق مع هذا الفكر المنير اللي عندك العلوم اللي متميزة فيها وتوصل إن شاء الله ولما لا تكوني عالم من علماء ناسا علاش لا ومعاد تهوى معاد شاركتي في النسخة الأولى العام اللي فات ما نجحتيش مجاب ربي تيسير مشيتي لنا لذاك التفجير اللي سميتي بيج بانك دونك سير شي حاجة أخرى إن شاء الله السنة المقبلة ما تيأسش لانه لا حياه مع الياس كوثر هذا كل ما لدي هذا كل ما لدينا فلو كنتمنى التوفيق للاكرام